بفكركم بالهاشتاج بتاعنا اسبوع القضية. طيب الحقيقة اللي حصل للولاد دول لو حصل مع فرقة كبيرة كانت ممكن تنهار. واسألوني انا راجل يعني لعبت منتخب ولعبت نادي فترات طويلة جدا، لما ابدأ بطولة بخسارة بخماسية ده امر شبه مستحيل. للكبار عشان يرجعوا ده محتاج شغل بدني ونفسي وفني وكل حاجة من في غاية الصعوبة. من هنا بتوجه بالتحية لجهازهم الفني بقيادة كابتن احمد الكاس، خلينا اقول الجهاز كله، احمد الكاس المدير الفني، وليد مهدي مدير المنتخب، محمد ابراهيم المدرب العام، رامي عادل المدرب المساعد، احمد فوزي مدرب الحراس، محمد الصايغ المنسق الاعلامي، دكتور عمرو طه الطبيب، دكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، دكتور مجدي وكوك اخصائي التاهيل، دكتور علاء الجاري مخطط الاحمال، محمد السيد التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، لانهم عملوا دور كبير جدا مع الولاد دول. لكن الولاد دول بقى ان هم يرجعوا وبعدين يبقوا خسرانين من الجزائر 1-0 ويكسبوا 2-1. انا كنت في اسكندريه ساعه ماتش الجزائر وعمال اتابع فلقيت 1-0 فاتضايقت بتاعه، رحت نازل وماشي في الطريق وبعدين ببص لقيت 1-1 فتابعت المباراه على الموبايل، كنت طاير لما بقت 2-1. بعدين يرجعوا يكسبوا تونس يبقوا متاخرين 1-0، تعادلوا تاخروا 2-1 يتعادلوا، ولا مفر ولا بديل عن الفوز، يكسبوا في الوقت الاخير 3-2، ثم من هزيمه في البدايه بخماسيه امام المغرب الى فوز في النهايه على ليبيا بسبعيه وتصدرهم، لان تعادلت الجزائر مع المغرب ومصر فازت بالبطوله، ودي للمره الثانيه، بس دي كانت التصفيات المؤهله. خلينا نرحب باولادنا صغيرين اللي هيبقوا نجوم المستقبل ان شاء الله القريب. بلال عطيه احد هدافي البطوله اللي جايب 5 اهداف في هذه البطوله واحد ابناء النادي الاهلي. ازيك يا بلال؟ الحمد لله يا حبيبي يا كابتن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. منورنا. شرف ليا ان اكون موجود مع حضرتك النهارده على قناه النادي الاهلي. احنا متشرفين بيك. اول مره في قناه الاهلي؟ لا دي ثالث مره. ثالث مره بس المره دي لاعب منتخب مصر وهداف منتخب مصر. طلعت هداف البطوله ولا لا؟ هداف البطوله الحمد لله. حاجه جميله جدا. الحمد فين الكاس بتاع هداف البطوله؟ لا هم بقى ما مفيش؟ لا مفيش. ما انا هعمل لك كاس. ازاي؟ مهند الشامي مساء الفل يا مهند. مساء النور يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اخبار راس البر ايه؟ تمام الحمد لله. كله حلو وجميل؟ الحمد لله كابتن. منورنا يا مهند. نورك كابتن. كمان معانا عمر العدوي مساء الفل يا عمر. مساء حضرتك يا كابتن. قعدنا متلخبطين عمر عبد العزيز وعندنا عمر عبد العزيز الحارس، انا قلت يا جماعه هو لاعب حارس من غير ما اخد بالي ولا ايه؟ ازيك يا عمر؟ الحمد لله. ازيك؟ الف مبروك. الحمد لله. الله يبارك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. ازيك يا زياد؟ اصل زياد ايوب ده بقى انا ليا قصة مع جده، صح كده؟ الله يرحمه. ومع اسرته وهم قرايبنا بقى من شبين الكوم وناس جمال وحبايبنا من زمان. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا كابتن؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. والف الحمد لله على السلامة. الله يسلم. خلينا نبدأ بالنجم بتاعكم. ماشي. بلال، صح كده؟ صح. تعالى يا بلال احكي لي بقى، يعني البداية صعبة جدا والشكل ما كانش حلو قدام المغرب، خسارة بـ5، ايه اللي حصل؟ لا احنا اول حاجه بنحمد ونشكر ربنا على كل الحمد حاجه لله على الصعود. نعم احنا اول ماتش ده الخسارات الثقيله ده احنا اتخطفنا صح. فالماتش ده بعديه كابتن احمد الكاس خلاص خلصنا الماتش، دخل لكل واحد الاوضه بالليل بعد الماتش. لكل واحد؟ لكل اتنين اوضه، اتنين في الاوضه. تمام. فضل يتكلم معانا ويقول لنا احنا هنبدا من جديد الماتش ده، ماتش نعديه خلاص. وانا كابتن المنتخب جمعت اللعيبه واتكلمنا مع بعض ان احنا لازم نركز في اللي جاي. كان دورك صعب. ونقرب من ربنا اكتر. والحمد لله يعني ربنا كرمنا. انتوا واخدين البطوله دي قبل كده؟ خدناها، كانت في شهر 4 اللي فات. البطوله وديه. ايه الفرق ما بين البطوله دي والبطوله دي؟ حسيتوا بقى النادي مؤهله و و و وكنا لاعبين مع المغرب كويس اظن. ايوه البطوله الوديه ده احنا كسبنا، خدنا البطوله برضه بس ما كانت عاديه، لكن البطوله دي حسينا ان افريقيا وكاس عالم. نعم. فكانت حاجه كبيره لينا يعني. مهند احكي لي تطورات البطوله معاكم، يعني امتى حسيت انه لا الله لا قدر هنخرج، لا احنا ممكن نوصل، احنا ممكن نكمل؟ لا احنا الحمد لله كتبنا معانا وقفلنا على بعض. قفلنا على نفسنا جامد، وكل يوم كنا بنتجمع مع بعض ونتكلم مع بعض ولسه في امل يا رجاله، احنا مش هنطلع، احنا قد المسؤوليه مش وان شاء الله. خلاص بقى دوركم دلوقتي بتفكروا ازاي تكملوا. كابتن احمد يجمعنا لصلاه الفجر، كل صلاه نتكلم مع بعض، كل صلاه الفجر على طول. كل يوم نصلي الفجر نتكلم مع بعض، والحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا. طيب عمر انت لعبت 3 مباريات اساسي ولعبت في مباراه المغرب في الدقائق الاخيره،
دي تاني بطولة تلعبها ولا؟ لا الأولى. الأولى. آه. إيه سبب تأخرك في الاختيار للمنتخب؟ واحكي لي بقى الأجواء نفسها، لأنه الحقيقة المغرب من البلاد الجميلة ومن الشعوب اللي بتحبنا. بيشجعوا فرقتهم، لكن بتحس دايما إن هم قريبين من المصريين شوية. لا هو طبعا أنا الحمد لله على كل حال، يعني دايما ربنا بيجيب الخير. وإن أنا ما أروحش البطولة يمكن كنت أروح أتصاب، يمكن كان فيها ضرر ليا فربنا بعدها عني. وبالفعل الحمد لله رحت البطولة الرسمية. وأديت الحمد لله أداء يعني كويس. أنت أصلا منين؟ أنا من القاهرة. منين من القاهرة؟ ما أنا عارف. من المقطم. انا ما عندناش غير بس مهند اللي من دمياط راس البر، مش كده؟ انا من المنصوره. والله منصوره. المنصوره دي جابت لنا نجوم كتيره جدا يعني. وانت يا محسوب على شبين ولا محسوب على القاهره دلوقتي؟ يعني القاهره. محسوب على القاهره. صحيح زاد لك ما شاركتش، بس كنا شايفين روحك وشايفين كلكم كمجموعه. اظن ان قصه المجموعه دي فرقت جدا معاكم. هو احنا ما كانش بيفرق مين اللي جوه ومين اللي بره، احنا كنا كلنا يعني فرقه واحده متجمعين قافلين على نفسنا، بالذات كمان بعد الماتش بتاع المغرب كان يعني في حته كده كل واحد ساعات برضو بيكون بيفكر في نفسه. وانت يعني انا اتفرجت على ماتش المغرب بالكامل، انا شايفكم وعارفكم فرقه كويسه، بس المياه دي مش الفرقه خالص ولا المنتخب خالص، وحاله ارتباك يعني داخل فينا جونين في اخر المباراه خلوا الشكل وحش. يعني قول لي كنت حاسس ازاي وانت رغم انك ما بتلعبش كنت بتتعامل مع اللعيبه ازاي، بتقول لهم ايه لزملائك؟ في وقت اللبس لما كنا خسرانين 1-0 احنا بدأنا الماتش كويس يعني. صحيح. بدأنا كان الماتش في الأول كنا بادئين كويس، كنا ممكن نجيب جون واتنين. نعم. بس دخل فينا جون في آخر الشوط الأول، فنزلت لهم الأوضة وقلت لهم يلا ولا يهمكم إن شاء الله هنجيب، لازم لازم إن احنا يعني نجيب في أول ربع ساعة في الشوط الثاني. خسرنا من المغرب. وبقت النتيجة تقيلة. قول لي بقى، ما هو أنت اللي بيبقى جوه الملعب يعني بيبقى مش طايق نفسه. أنتوا بتبقوا أهدى شوية. إيه اللي حصل ما بينك بقى وما بين زملائك، أو خدت مين الأقرب ليك بدأت تتكلموا؟ أنتوا سبعة من النادي الأهلي برضو كلكم مجموعة واحدة، ما فيهاش لا أهلي ولا زمالك ولا إنبي ولا حاجة يعني. إحنا أول ما بنخش يعني يعتبر كده بننسى النادي، إحنا بنفكر في المنتخب. حلو. واحنا يعني اسره برضو مش بس فريق. وكنا بنجمع بعض، وبعد ماتش المغرب يعني زي كده كان في حاله احباط شويه. نعم. وكنا لازم ان احنا نركز كويس. صح. وكنا بنعمل مواعيد للصلاه، احنا كنا عاملينها من الاول بس كنا مركز فيها اكتر، مواعيد للصلاه زي ما هي في مواعيد للاكل ومواعيد للنوم، وكنا بناخد بنسحب التليفونات عشان محدش يظهر. حلو. وركزنا كويس قوي ان احنا مين مختص صاحب التليفونات، بلال ولا بيسحب؟ بلال. كابتن رخم. يعني لا لا ظريف. اللي يعرف كده مع اللعيبه. ف كنا مركزين قوي ان احنا خلاص كده ما فيش اي ما ينفعش ولا تعادل ولا خلاص ما ينفعش. ما قدمناش كده ماكسيمم. وحتى في اول ماتش الجزائر كنا متاخرين، بس كنا ما كانش في اي حد يعني فقد الامل، كان كلنا ايه يعني على ايد واحده كده ان احنا هنكسب، يعني هنكسب. صحيح. مش فارقه بقى امتى، في الدقيقه 90 في الدقيقه 10 كنا متاكدين ان احنا هنكسب، والحمد لله ربنا كرمنا وجبنا الاول والثاني في اول الشوط الثاني. نعم. بس طيب احسن حاجه خلتنا ان احنا نصعد ونكمل هي التاهيل النفسي. التاهيل النفسي. كابتن كل الجهاز الفني بنشكرهم. كابتن وليد طبعا. وليد مهد مدير المنتخب شاطر. وليد عنده البابا بتاعنا ده كبير. هو بيهزر معانا كتير وبيقعد معانا شاطر وليد، وبيدينا محاضرات والله بيقعد معانا كتير وبتاع وبيكلمنا، وده احسن حاجه يعني اللي خلتنا نصعد الحمد لله. بس الكاس كمان، الكاس ده حبيبي اصلا. لا ده هو لوحده يعني ده اب لينا يعني، غير ان هو اكتر مخلوق في الدنيا. طبعا. خمس اهداف، قول لي بقى الخمس اهداف كانوا في مين واغلى هدف من الخمسه؟ جبت هدف في المغرب اللي هو ضرب الجزاء. نعم. وجبت هدف في تونس. حلو قوي. وجبت انت جبت الهدف الاولاني في تونس. في تونس. عبد العزيز زغبي جاب الجونين اللي بعد كده. تمام. يعني بصراحه ادانا نصايح كتيره في الكوره وبره الكوره، وان احنا نبص للاحتراف. حلو والله. قال لنا حتى لو حد محتاج مساعده انا معاكم. يعني بصراحه كان عامل كبير جدا في المنتخب هو والجهاز الفني كله والاداري والطبي. جميل. خليني تاني مع مهند مع هدفنا الثالث في تونس. عبد العزيز الزغبي، عبد العزيز الزغبي كان احتياطي ونزل. وانت بلال باين حتى لا انت بدات المباراه، بدات تبادل الماتشات كلها. ما شاء الله. لكن الزغبي كان احتياطي ونزل وسجل هدفين وبعدين اتوقف،
ما لعبش ماتش ليبيا، خناقه حصلت وما كانش ليه ذنب فيها عيني، لكن اتوقف. مع قول لي اوصف لي بقى مشاعرك مع الهدف الثالث. احنا مشاعرنا كلنا، احنا كلنا كنا بره، احنا كنا ده 85 كنا بره البطوله. نفسي وانتوا كلكم بتجروا. الدقيقه 85 كنا بره البطوله بالظبط، في الدقيقه 87 ولا 88 احنا صعدنا الحمد لله. صح، زي ما قلت لحضرتك احنا الروح اللي بره هي اللي خلت. صح بقى بالنسبه لكم اللحظه دي يعني لو قعدنا نعدها 5000 مره هتبقوا عايزينها 550000 مره. بصراحه يعني فعلا زي ما مهند قال الدقيقه كانت 80 احنا بره البطوله. 80 بره البطوله. احنا كنا بره 80 كنا لسه خسرانين. ايوه 2-1. بس يعني سبحان الله انت يعني حتى النادي الاهلي وعلمنا نلعب لحد اخر دقيقه يعني يعني بصراحه الروح اللي انت تحاول لحد اخر ثانيه وربنا يكرمك بجونين يعني فعلا احنا تعبنا فعلا ربنا ورانا ده بان احنا نجيب جونين في اخر الاوقات. يعني كان عندك توقع وانت قاعد بره، عندك توقع ان احنا ممكن نكسب؟ طبعا. طبعا انا كان عندي ثقه في ربنا ان احنا يعني ربنا ما يضيعش تعب حد. جميل. احنا كنا من سنه قبليه عمالين بنحضر في معسكرات وماتشات وديه ومباريات كتير عشان نقف على رجلينا، والحمد لله يعني جيب نتيجه كويسه ما شاء الله. زياد بقالنا 13 او 14 سنه ما وصلناش للبطوله دي. صح، احنا تاهلنا مع الجيل بتاعكم ده. والبطوله قريب اظن شهر 4 يا اما في مصر يا اما في كوت ديفوار يا اما في جنوب افريقيا. لا لسه ما اتاكدتش حتى هذه اللحظه، ما تمش تاكيدها. واخر بطوله كانت سايبه انطباع وحش رغم انها كانت في مصر خدنا نقطه واحده وكانت النتائج مش جيده يعني. قول لي بقى بتفكر اول حاجه طبعا لازم تفكر تكون موجود مع الفرقه باذن الله ان شاء الله. هتعيش بقى ازاي البطوله دي وتفكر فيها ازاي، خاصه انها هتفرق معاكم في المستقبل قوي باذن الله. هو يعني ان شاء الله المفروض ان العدد بتاع الفرق اللي هتطلع من بطوله امم افريقيا يعني فيها كاس عالم. فيها كاس عالم اربع فرق. فاحنا ان شاء الله يعني يعني بس نأدي في كذا ماتش ونعمل نتائج كويسه واحنا هنوصل لكاس العالم ان شاء الله. وكاس العالم ده حلم يعني، حلم بيتحقق حقيقه. يعني في فرق عندنا اولمبياد بس احنا بقى عندنا كاس عالم. أيوة. حاجه برضو لازم نحافظ عليها ولازم نشتغل علشان نوصل لها. جميل. واحنا الحمد لله يعني تقريبا خدنا اول خطوه ان احنا نروح كاس العالم. حلو. محتاجين نركز ونقفل على نفسنا كويس ونكمل المعسكرات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قول. ولازم ان احنا نكمل نعمل معسكرات يعني لازم خلاص احنا يعتبر كل واحد احنا لعيبه محترفه. كلكم يعني موقعين عقود في النادي؟ كلكم. تمام. فلازم ان كل يعني لازم كل شهر بقى في تجمع. صحيح. لازم يبقى في معسكر كل شهر. وبرده احنا بقينا يعني قبل كده المعسكرات ما كناش بنبقى مقفلين على بعض، دلوقتي احنا كلنا اصحاب، كلنا فرقه واحده. حلو. يعني كلنا قلبنا على قلب بعض. ما حدش بيفكر في نفسه. كلنا دلوقتي بنفكر في كاس العالم عشان كاس العالم ده كله يعني ان شاء الله احتراف. حلو. يعني انتوا رايحين هدفكم كاس العالم. ان شاء الله. والكاس ده كمان ان شاء الله تبقوا تاخدوه كاس افريقيا ده قريب باذن الله، تتأيدوا الفريق الاول قريب باذن الله. مين مثلك الاعلى في محليا ولا ده وده؟ محليا علشان انا بلعب مهاجم. عماد متعب. عماد متعب. كابتن عماد متعب. ده انت جبت نشنت. مفروض فرود يعني. حتى الكابتن علي عبده كان بيشبهني بيه بيقول لي انت هتلعب زي. طب جميل. عماد متعب. وبره مصر محمد صلاح طبعا. طبعا. ورونالدو. حلو قوي. وحضرتك يا استاذ عمر؟ انا في مصر بحاول ابقى يعني هجومي زي كابتن امام عاشور ودفاعي زي كابتن مروان عطيه. حلو قوي. يعني بحاول ادي الاثنين. عامل الكوكتيل. وبره مصر؟ وبره مصر بحب بصراحه دي بروين. دي بروين طبعا. نجم مانشستر سيتي الجميل. كبير جدا. ما شاء الله. بس هو هادي كده ولا قدامنا بس هادي؟ لا هو هادي. هو هادي كده. طيب كده طيوبه كده. مين اكتر واحد عفريت؟ عفريت؟ زياد؟ لا لا. مهند ده مش باين عليه خالص يعني، عامل فيها الـ 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 الوديع الجميل. بس هو الفاكهه بتاعت المعسكر مهند؟ طيب. واحد اسمه عمرو عادل كده. عمرو عادل. عمرو عادل بيلعب فين؟ عمرو عادل في زد. زد ده الحارس. ضمايطه بقى مؤلفين مع بعض بقى والمشبك والحاجات الحلوه الجميله. ضمايطه دول خلي بالك عكس ما شاء الله كرمه جدا، ولا هو بخيل معاكم في المعسكر؟ لا لا كريم. لا مهند. لا لا بتدر و الحمد لله. بيدفع ولا لا؟ لا بيدفع 100. قول لي بقى يعني النادي الاهلي ورؤوس الحربه، وبنشوف ما شاء الله موسيالا في بايرن ميونخ، بنشوف لامين جمال في برشلونه،
والصغيرين، وانت وحمزه منورين قوي، منورين منورين بسم الله ما شاء الله. خلاص بدات تجي لك بقى فكره انه عايز اتمرن فريق اول، ونفسي مستر كولر يشوفني، ونفسي اتمرنتش ولا مره مع الفريق الاول؟ ما لعبتش تقسيمات خالص ضد الفريق الاول؟ لا لسه خالص. نفسي اطلع والله. هطلع كل اللي عندي والله. انا بكتب من دلوقتي عشان اطلع. حلو، انت جايب جون، قلت لكم هتقولوا جون لوحدها، جهزوها في الجزء الثاني ان جهزها له لوحدها لانه يستاهل. قول لي بقى، وحلم كاس العالم ده حاجه حلوه عشان يبقى الاول خلينا في حلم كاس العالم. يفتحوا لنا باب الاحتراف، كل واحد نفسه يحترف. يبقى بس احترف فيه انا؟ يعني اسبانيا عادي، انجلترا اي حاجه. اسبانيا انجلترا. شايف انه عندك المقومات؟ طبعا. فين في اسبانيا؟ ريال مدريد. بتضحك ليه؟ ريال مدريد. وراح نلعب في ريال مدريد. انا بحب كريستيانو اصلا عشان محمد صلاح نجم النجوم ما شاء الله، وكان زيك كده، وكان كمان اقل، وبنى نفسه بنفسه يعني. يعني نقول بلال عطيه نجم ريال مدريد ان شاء الله. ان شاء الله. تحب كريستيانو؟ بحب عشان هداف طبعا. عشان هداف طبعا. جميل. مهند، تحب مين؟ مثلك الاعلى مين؟ ونفسك تبقى زي مين؟ واحلامك للمنتخب كاس العالم والفريق الاول؟ علي معلول ان شاء الله ربنا يرجعه لنا بالسلامه يا رب ان شاء الله. تحب علي معلول؟ احب اتعلم منه. انت اشول؟ بس كلهم بيقولوا انت باك ليفت حكايه. اتعلم منك يعني. والله كلهم قالوا لي باك ليفت حكايه يعني. زي ما لعبتش كتير بس ما شاء الله الروح بتاعت الفرقه كلكم على بعضكم. كورساته يعني. دواء بيعمل كورساته على طول للدماغ هنا. وانا وحمزه عبد الكريم بالدماغ. مع انك مش طويل قوي بس ما شاء الله. انا كنت بلعب فيروت زمان اصلا. عشان كده دماغك كويسه. تفاهم ما بينه ومنصور ودومير بقى. علي معلول. وبره مارسيلو. بحب انا احب انا اهاجم وشو حرفنا وكده. ان شاء الله يعني حلمنا ان نطلع فريق اول ان شاء الله، واخد كاس افريقيا وعلى الاحتراف ان شاء الله. زعلان منها باذن الله. باذن الله ان شاء الله. بلال عطيه، مهند الشامي، عمر العدوي، زياد ايوب، الف مبروك. نورتوني بجد كابتن نور. شرفتوني. بس خد اللي انت، قول اللي انت عايزه. عايز اشكر بس بابايا ومامتي اللي واقفين في ظهري على طول. يلا اشكر اشكر. واخواتي. بس كنت عايز اشكر. عايز تقول اي حد؟ عايز اشكر عم شريف العامل عشان تعب معانا كتير والله. عم شريف. انا قلت شريف نعيب. عايز تشكر حد تاني؟ الوالد والوالده. وعم شريف حد تاني؟ مامتي واخواتي. واخواتي. ها عايز تشكر مين؟ انا احب اشكر والدتي ووالدي وحسن. وحب اشكر اولا خالي حسن. خالك حسن. قول خالي حسن. قول لك حسن. طب انا اعرف حسن منين؟ قول لي. حب اشكر الكابتن بدر والكابتن محمد شوقي والكابتن وليد سليمان. من غيرهم الحمد لله ما كنتش اروح المنتخب. حب اشكرهم، وحب اشكر الجهاز الفني، وحب اشكرهم كتير. تشكر مين؟ طبعا بعد فضل ربنا ابويا وامي، وطبعا يعني النادي الاهلي كله يعني بصراحه. احنا زياد عايز اشكر ابويا وامي اللي على طول واقفين في ظهري كده. خليك زينا كده زي الطنطاويه. ابويا وامي كده والحاجات دي. يلا واخويا واختي واصحابي اللي واقفين في ظهري. واشكر كابتن حسن كفته كان على طول بيكلمنا. وكلمنا بعد ماتش المغرب كمان على طول بينا تواصل يعني. وبشكر كابتن محمد شوقي وكابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان والجهاز الفني كله، كابتن احمد الكاس وكابتن وليد مهدي، مش عايز انسى حد. طيب. والجهاز كله بتاع المنتخب. ربنا يكرمكم يا رب. واحنا بالنيابه عن مصر كلها بنشكرهم لانهم عملوا حاجه جميله جدا جدا. بنشكرهم مره ثانيه، واتشرف ان انا اقول اسمائهم مره ثانيه. بلال عطيه نجم المنتخب وهدافه، الف مبروك. شرفتني ونورتني. مهند الشامي، الف مبروك. شرفتني ونورتني. عمر العدوي، ألف مبروك شرفتني ونورتني. زياد أيوب، ألف مبروك شرفتني ونورتني. شرف ليا. ربنا يخليك. هنروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا حمزة عبد الكريم وياسين ياسر وحمزة الدكو. نتواصل بالاحتفال بأبناء النادي الأهلي، أبناء مصر اللي حصدوا بطولة شمال أفريقيا وتأهلوا إلى نهائيات بطولة أفريقيا لأول مرة منذ سنوات طويلة. وصلنا أكثر من 13 سنة. ياسين ياسر مدافع المنتخب، ظهير أيمن المنتخب. منور ياسين. منور حضرتك يا كابتن. وألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. حمزة عبد الكريم مهاجم المنتخب، ازيك يا حمزة؟ الحمد لله يا كابتن. منورنا والف مبروك. منور يا كابتن، الله يبارك فيك. يا رب كده موفقين يا رب ان شاء الله. حمزة الدجوي، ازيك يا حمزة؟ الحمد لله يا كابتن. الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني انت من يعني الناس الاوتاد، لانه الاربع مباريات كلهم من اولهم لاخرهم. الحمد لله. لعبتهم ما شاء الله، انت مدافع المنتخب الوطني. احكي لي شويه ظروف البطوله، البدايات الصعبه، انتوا مسافرين الاول، طموحاتكم، الصدمه بتاعت المغرب، وبعدين طلعتوا منها وفقتوا ازاي؟ طبعا ماتش المغرب كانت صدمه كبيره بالنسبه لنا ولينا كلنا.
صدمه. تقدر تقول يا كابتن اللي هو كان يوم اوف بالنسبه لنا يعني. صحيح. كان يوم صعب لكل اللعيبه، اللعيبه كلها ما كانتش موفقه. كانت طبعا خضه كبيره، بس الحمد لله يعني الجهاز الفني كله يعني اتعامل معانا نفسيا كويس جدا. وبالاخص الصراحه كابتن احمد الكاس دخل دخل لكل لاعب اوضته واتكلم معاه ومحملش لحد المسؤوليه، شالها كلها. شال المسؤوليه كلها، وطبعا حفزنا. واحنا كنا يعني متفقين ان دي بدايه ان شاء الله، لان طبعا حصلت في حتت كتيره زي الارجنتين خسر اول ماتش وخد كاس العالم، فاحنا كنا واخدينها كعبره. كان بيضرب لكم الامثله دي كابتن الكاس؟ كان بيضرب لنا الامثله دي، واحنا كنا بنضربها لنفسنا. وكنا يعني متاكدين ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه كبيره وهنرفع راس مصر. كنتوا متاكدين بعد المباراه الاولى؟ اتعهدتوا؟ كان حافز لينا. حافز. عملتوا من الهزيمه حافز. صح. ما شاء الله. طيب ياسين، لعبت مباراه ليبيا الاخيره، لكنه الاحساس كده انه انتوا كلكم كده كنتوا فريق واحد، كنتوا ايد واحده. بالتاكيد وانت بره بتبقى مهمتك اصعب من اللي جوه نفسه تعبانه، خساره، هزيمه قاسيه. بالتاكيد بيبقى لك حد قريب منك، اتنين تلاته، انتوا كتيم كلكم مجموعه. لكنه مين الاقرب بقى ليك اللي بدات تتكلم معاه؟ عايزين ننسى المباراه دي، عايزين نفكر في اللي جاي، خصوصا ان الجهاز عندكم سواء كابتن كاس او كابتن وليد مهدي قاموا بالدور على اكمل وجه. اول حاجه بس احب اشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، وان شاء الله تكون حلقه كويسه. احنا اللي بنشكركم، وده شرف لاي حد ان يكون مع حضرتك في برنامج قناه النادي الاهلي. تنورونا. فاول حاجه طبعا احنا فكرنا فيها بعد مباراه المغرب ان احنا نقفل الصفحه دي خالص. واول حاجه كابتن احمد الكاس دخل لكل واحد اوضته، قال له ولا كان اي حاجه حصلت خالص. والمسؤوليه هتبقى عليا انا، يعني مفيش حد خالص. رفع عنكم الضغوط كل حاجه. ما شاء الله. فدي حاجه ساعدتنا جدا ان احنا ما نخذلوش خالص في اللي جاي. ان المباراه اللي جايه لازم تكون كلها مكسب. ايوه. فالحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بالماتشات الثلاثه اللي جايه. قربت من مين بقى؟ اتكلمت معاه شويه يعني، عايزين ننسى الماتش ده، عايزين يعني. الكابتن الكاس عمل الحاجه الافضل وهي انه شال من عليكم الضغوط، لكن انت اكيد كل واحد ليه حد قريب منه. انا طبعا رحت لبلال لان هو كابتن الفرقه. بلال. حاولت ان انا اقول له نجمع الفرقه، نجمع اللعيبه كلها مع بعض، ننسى ماتش المغرب، لان هو كان سوء توفيق كبير جدا لكل اللعيبه. فدي كانت حاجه صدمه لينا. فرحت له قلت له لازم نجمع اللعيبه كلها ونعمل محاضره ان احنا نتكلم مع بعضينا، خلاص انسوا الماتش المغرب ده، في متوشه جايه كتير. صحيح. كبيره. وان احنا الماتش المغرب ده ممكن ننسيه لاي حد. ان احنا لو كسبنا الماتشات اللي جايه دي كلها ان احنا خلاص هننسيه ماتش المغرب. حلو قوي. فده بلال قدر يعني يعمله. وجمعنا هو كابتن الفريق وقعد يتكلم معانا، والحمد لله يعني ربنا كرمنا. حمزه عبد الكريم من اسره كلها بتلعب فولي. كابتن منى عبد الكريم، كابتن مصر، ويسرى عبد الكريم. حد تاني منهم غيرهم بيلعب فولي ولا؟ بابايا كمان. برضه كان بيلعب فولي. كان بيلعب فولي في الاهلي برضه. في منتخب مصر. هم السبب اللي ودوك النادي الاهلي اصلا؟ هو العيله كلها اهلاويه يعني. احنا عارفين طبعا. ويعني حبنا للاهلي يعني ما يتوصفش برضه. والعيله كلها يعني ظهرنا في ظهر بعض. وماتش برضه نتكلم على البطوله يعني وكده. ان البطوله حقيقه كانت صعبه وكانت صعبه. لا انت اصلا ايه اللي وداك على الكوره وراش على الفولي ليه؟ وده السؤال الاولاني. نعم. وجسمك ما شاء الله طويل وزي الفل. انا بحب العب فولي برضه. والله؟ لعبت شويه فولي؟ بلعب. بس مش مسابقات. لا 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 في الود كده. ماشي. بس يعني هتكلم عن البطوله. اتكلم عن البطوله يلا. البطوله يعني حقيقه كانت صعبه، كانت صعبه علينا كلنا، بالذات الجهاز كله، الفني والطبي والاداري. والحقيقه اللعيبه كانت يعني كلنا كنا ايد واحده. والكابتن احمد الكاس يعني وكابتن وليد وكابتن محمد ابراهيم وكابتن رامي وكابتن فوزي، مش عايز انسى حد يعني. ايوه. بس الحقيقه اللي هم قاموا بدور كبير قوي، اللي هم النصر، ان في جيل صاعد قوي ونطمنهم يعني. انت بتسجل الهدف الثاني في الجزائر لان احنا كنا مغلوبين واحد. بقى اتعادلنا والهدف الثاني برضه ما جاش بدري شويه يعني. هل ساعتها بدات تحس ان الحمد لله خرجنا من كبوت المغرب وممكن نتاهل؟ هو حقيقه ثاني احنا كنا داخلين ما بين الشوطين خسرين 1-0. صح. والجهاز برضو يعني وكابتن احمد قاموا بدور كبير، اللي هم يحفزونا اللي احنا لازم ننزل نكسب، ما عندناش حاجه غير المكسب. صح. وبرضو بعد ماتش الجزائر حسينا اللي احنا لا احنا رجعنا. احنا هناخد البطوله. نعم. وده اللي يعني كانت اول خطوه في البطوله دي. والحمد لله ربنا كرمنا في ماتش تونس وليبيا، الحمد لله رجعنا بالبطوله. الحمد لله. اللعب على فرصه واحده يا حمزه دايما بتبقى صعبه.
يعني انت خلاص بعد خساره المغرب الدنيا مظلمه، وبعدين بتيجي كمان ماتش الجزائر مغلوبين 1-0 والدنيا شويه بتلخبط بقى. في الملعب الدنيا مشيت ازاي معاك وانت مدافع؟ انا عارف انت مدافع وتد، بس انا عايزك زي ما كده حمزه حكى حكايته مع الاهلي، تحكي لي بسرعه حكايتك مع النادي الاهلي وبعد كده ياسين هيحكي كده. انا حكايتي من النادي الاهلي، انا بقالي 5 سنين في النادي الاهلي. ما شاء الله. دخلت على الاختبارات. اختبارات عادي جدا. اختبارات عادي جدا. اللي اختارني كان كابتن جمال السيد. دخلت في سنه كابتن هشام جعفر. طبعا مر عليا كابتن كتير، مش عايز انسى حد، كابتن اسامه زكي وكابتن تامر طلعت وكابتن كابتن محمود بيومي وكابتن طبعا اللي مسكنا دلوقتي كابتن حسن كفته، ده ليه دور كبير طبعا، على طول ورانا وعلى طول بيبعت لنا في البطوله كل بعد كل ماتش. كان معاكم متابعكم. كان متابعنا وبيبعت لنا على طول كل ماتش. طبعا النادي الاهلي هو يعني اللي بيساعدنا ان احنا يبقى عندنا فرصه في المنتخب. طبعا احب اشكر كابتن بدر رجب وكابتن محمد شوقي وكابتن وليد سليمان، هم اللي بيساعدونا ان احنا نبقى متواجدين في المنتخب. كويس. واحنا اصلا يعني بنخش المنتخب عبر النادي الاهلي. نعم. فطبعا لازم احنا بنبذل اكتر مجهودنا في النادي الاهلي عشان طبعا المنتخب يختارنا. حلو قوي. فالنادي الاهلي ليه فضل كبير قوي علينا طبعا في الحته دي. ماضي عقد ولا لا في النادي الاهلي؟ الحمد لله ماضي عقد. كلكم ماضيين عقود في النادي الاهلي؟ ياسين شكله مش ماضي. هتمضي قريب ان شاء الله باذن الله. لازم تمضي باذن الله. كمل. بس خلاص. طيب لا مش خلاص بقى، خلينا نتكلم على ماتش الجزائر وتحويل الهزيمه الى فوز، وانت راجل اساسي وليك دور كبير مع الفرقه. طبعا احنا ماتش الجزائر خرجنا ما بين الشوطين كنا خسرانين 1-0. الدنيا كانت مظلمه في عينك شويه ولا كنت حاسس انه في احتمال؟ لا كنت أمل. كنت حاسس ان في امل وان شاء الله ان احنا هنرجع، لان احنا كنا كويسين. كنا كويسين. وطبعا الجهاز الفني زي ما بقول لحضرتك ما بيأثرش معانا خالص، وكابتن كابتن احمد الكاس على طول حاطط ثقته فينا وهو بيقول لنا الكلام ده. طبعا حفزنا ما بين الشوطين ونزلنا احنا ما بين بعضنا، جمعنا نفسنا قبل ما نلعب، قبل ما نبتدي الماتش. اهم كلمه اتقالت ايه قبل الشوط الثاني في ماتش الجزائر؟ لا لازم نفرح مصر. لازم نفرح مصر. اللي احنا بننقذ جيل كامل، احنا اللي في ايدينا الجيل. لا لا قيد لي الكلمه دي ثاني، بننقذ جيل كامل. بننقذ جيل كامل، احنا اللي في ايدينا الجيل كله. ايه ده بجد؟ يعني احنا يعني احنا كنا لازم نكسب عشان يعني نفرح مصر طبعا. وان احنا كان في ايدينا مسؤوليه كبيره، اللي احنا شايلين جيل 2008 ده كله. فكنا لازم نكسب. ما كانش في اي حل تاني. بعد المكسب بالتاكيد المعنويات ارتفعت جدا. احكي لي بقى الشكل في المعسكر كان عامل ازاي، من هزيمه قاسيه بخماسيه الى فوز مهم جدا على الجزائر بثنائيه. طبعا كان فوز مهم جدا وكل الجهاز كان مبسوط حتى اللعيبه، بس طبعا كابتن احمد الكاس جمعنا وقال لنا احنا لسه ما عملناش حاجه واحنا ما ينفعش نفرط في الفرحه. طبعا ان احنا كنا لازم نكسب الماتشين الجايين، هو قال لنا نفرح اليوم ده. وطبعا كنا لازم اليوم الثاني نبتدي التركيز عشان كان قدامنا مهمه كبيره. طبعا ماتش تونس كان ماتش صعب. بس طيب احكي لي يا ياسين عن بعد الفوز وبقت الدنيا قريبه وبنلعب بتونس، بس ماتش صعب جدا، فرقه كويسه وبعدين بتتقدم علينا مرتين. بحكي لي مشاعركم بره، كنتوا بتتكلموا ازاي مع زملاتكم جوه بقى، لانه حمزه موجود في الملعب وحمزه موجود في الملعب وبلال موجود في الملعب ومعظمكم ما شاء الله موجودين في الملعب. اتعاملتوا ازاي مع الهزيمه مرتين ثم العوده ثم اللقطه اللي انا جبتها لزملاتكم هجيبها لكم تاني، كلكم بقى بتطيروا على بعض فرحه الفوز وفرحه ان شاء الله التاهل. احنا اول حاجه بس احب اشكر كابتن الكاس والجهاز الفني كله، لان هو جدد ثقته فينا. صح. في بعد الهزيمه فكانش حاسسنا باللي بادئ، كان قاعد دكه، كان بره السكور، ما كانش حاسسنا باي فرق خالص. كان كلنا انتوا كلكم ولادي. فطلعوا اللي عندكم، انتوا مستقبل مصر، انتوا اللي هتنقذوا جيل 2008، وانتوا مستقبل الكوره يعني ان شاء الله باذن الله. فهو ما حسسناش باي فرق خالص من اللي كان بره اللي بيلعب ولا ما بيلعبش خالص. اذا روح الفريق هي اللي سادت. اكيد. ودور الكابتن احمد الكاس، كابتن محمد ابراهيم، كابتن رامي عادل، كابتن وليد مهدي، كابتن احمد فوزي، كان واضح انها مأثره جدا عليكم. اكيد طبعا، لانه كان بيعمل لنا محاضرات كتيره جدا، وكابتن وليد طبعا مش قادر لازم اشكره جدا يعني. كلكم بتحبوا وليد مهدي ما شاء الله. كويس جدا صراحه. يا عم وليد كله بيحبك يا عم وليد ما شاء الله، هو يستاهل يعني. هو كان على طول بعد ماتش المغرب كان يجي يجمعنا ويكلمنا يقول لنا خلاص يا رجاله، يعني انتوا مستقبل، وانتوا رجاله كبيره جدا وعلى قد المسؤوليه. ايوه. يعني خلاص انسوا بقى ماتش المغرب. فكان ليه دور كبير جدا في اللي هو برده يخرجنا من الكبوه اللي احنا كنا فيها دي. فكان بعد طبعا كابتن احمد الكاس وكابتن محمد ابراهيم وكابتن رامي عادل وكابتن احمد فوزي. نعم. مش هقدر يعني يا رب ما اكونش نسيت حد يعني طبعا. لا هم دول الجهاز يعني كلهم حبايبنا. واحب اشكر جدا الجهاز الطبي لانه تعب معانا جدا، كان كريكفري، كان كل حاجه، كان سادد معانا جدا. طيب خلينا نروح لحمزه
يعني في وسط اللي بنشوفه دلوقتي في العالم، يعني بنشوف لامين يامال، بنشوف اندريك، بنشوف مهاجمين شبان، والاهلي دايما بيتكلم على مهاجمين، وانا الحقيقه دايما بتكلم عنك كويس، دايما بتكلم على بلال عطيه كمان كويس. هل حسيت انه البطوله دي ممكن تقربك للفريق الاول، ممكن تستدعى للتمرين؟ لانه انا كمان اسمك انا عارف انه بدا يتردد، واسم بلال كمان بدا يتردد الفتره اللي فاتت. طبعا الحمد لله، والواحد طبعا حلم ليه ان هو يلعب مع الفريق الاول ويتصعد معاهم ويجيب بطولات للنادي الكبير ده. وان شاء الله قريب يعني نتصعد كلنا يعني، وعشان احنا جيل فعلا نستاهل ان احنا نتصعد. وان شاء الله اتصعد يعني، وازمه المهاجم هي يعني دلوقتي وسام مادي بشكل كويس. وسام كويس يعني، شغال بشكل كويس، وان شاء الله يعني انت نفسك تقول لهم في مهاجمين موجودين في النادي الاهلي، ما عندناش ازمه مهاجم بس بصوا علينا. هو صح، هو يعني قريب ان شاء الله، ان شاء الله يعني، واحنا خطوه خطوه يعني ناخدها، وان شاء الله قريب يعني نتصعد ونأدي يعني بشكل كويس. حاسس ان المنتخب قربك؟ طبعا النادي اللي احنا بنأدي بشكل كويس في النادي عشان نطلع المنتخب. صحيح. وبعدين نأدي بشكل كويس في المنتخب عشان نرجع النادي يبقى النادي صعدنا مثلا كده. فاحنا النادي بيجيب المنتخب والمنتخب بيجيب النادي، فالاتنين مرتبطين مع بعض. العيال دي بتتكلم حلو كده، العيال دي شاطرين قوي ما شاء الله. ايه الجيل الجميل ده اللي بيبشر بكل خير ده؟ الثلاثه واللي قبلهم الاربعه ما شاء الله، حاجه تشرف يعني. طيب زملاتك قالوا انه احنا كان املنا نروح افريقيا عشان نروح كاس عالم، احكي لي امالك واحلامك في كاس العالم، بس لازم تتاهل عن بطوله افريقيا. وخلي بالك مش هتلاقي مستوى اصعب من اللي انت لعبته في التصفيات، يعني دي اصعب تصفيات، تلعب تونس والجزائر والمغرب وليبيا. طبعا اكيد في السن ده كله عارف ان افريقيا يعني الاحجام اكبر طبعا. نعم. كده بس احنا في الفرقه احنا بنتعود ان احنا نلعب كورتنا مهما حصل، وحتى في شمال افريقيا في البطوله كان في ضرب كتير، بس احنا الجهاز معودنا ان احنا نلعب كورتنا مهما حصل، حتى لو خسرين في الاخر كسبانين نلعب كورتنا. وان شاء الله نأدي بشكل كويس في بدات في افريقيا. بتحلم بكاس العالم بتأهل؟ اكيد من أكيد. بدري يعني اكيد حلم كل واحد يعني، بس عايزين ناخدها خطوه خطوه، ما نبصش لكاس العالم واصلا ما نلعبش افريقيا. فنركز ان احنا ناخد بطوله افريقيا، ما نتصعدش بس ناخدها كمان، ونطلع على كاس عالم، وليه ما نكسب كاس عالم يعني، ايه المشكله؟ جميل، ايه المشكله؟ صحيح مفيش مشكله ان شاء الله. بتفكر ازاي في بطوله افريقيا بعد التاهل الصعب وبعد الصعوبه في البدايه، تتوج ببطوله شمال افريقيا، عندك بطوله افريقيا، بتفكر فيها ازاي؟ وتحب تبقى في مصر ولا في كود ما بيقولوا في كود ديفوار او جنوب افريقيا او مصر يعني؟ حابب انها تبقى في بلدنا في وسط ملعبنا؟ اكيد لازم تكون في وسط جماهيرنا وملاعبنا، لان ده هيبقى مدينا حافز كبير جدا ان احنا ناخد البطوله. واول حاجه يعني احنا بطوله امم افريقيا دي لازم نستعد لها بشكل كبير جدا، لان بطوله كويسه وبتصعد لكاس العالم. ودي حاجه كويسه برده ان خلوا بطوله امم افريقيا في 10 فرق بس، هم كلنا 12 فرق، خلوا 10 فرق ولا 8، هم 12 فرقه في امم افريقيا، 12 منتخب، فخلوا 10 منتخبات تقريبا يعني ان هم يصعدوا كاس العالم. فدي احتماليه كبيره جدا ان احنا نكون موجودين بيه في كاس العالم. لا 10 ده في المنتخب الاول، لا هم تقريبا عملوها برده في امم افريقيا، برده 10 في الشباب. هم اعتقد عايزين يقلدوا والله زي كاس العالم اللي هو في امريكا. اللي هو فرق كتير فعلا، هيعملوها 32 فريق. فرصتنا بقت اكبر ان احنا نتصعد كاس العالم، يعني يعتبر لو كسبنا ماتش في كاس امم افريقيا ممكن نتصعد. والله طب ده كويس، تغيير النظام ده كويس، انت قلت لي كويس، هاتوا لنا يا جماعه نظام كاس العالم ده مهم قوي للشباب. فدي حاجه طبعا خلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني خالص، ونفكر بعقليه احترافيه اكتر من احنا كنا بنفكر بيها كتير. لان كاس العالم ده حلم لكل جيل ولكل لعيب، لانه بيفتح بيبان كتير لاي لعيب. فبيفتح بيبان الاحتراف، بيفتح كادراكك كلعيب، بيفكر بطريقه احترافيه جدا. فده حلم لاي لعيب بصراحه. حمزه احكي لي على كاس افريقيا، واحكي لي على طموحك في كاس العالم، بس زي ما قال حمزه الاول، حمزه نمبر 1، حمزه نمبر 2. بطوله افريقيا الاول عشان ان شاء الله نتوج بيها، ولما لا ما بعده يعني ان شاء الله. بطوله افريقيا ده يا كابتن طبعا بطوله مهمه، في ناس فاكره ان احنا رايحين بطوله افريقيا بس عشان عايزين نكسب ماتش ونتصعد كاس العالم. لا، احنا ليه ما ناخدش البطوله؟ حلو. زي ما خدنا بطوله شمال افريقيا، عايزين مش يعني نبقى رايحين مش هدفنا كاس العالم بس، لا هدفنا ان احنا ناخد البطوله. وان شاء الله مش صعبه،
طبعا بطولة افريقيا دي بتفتح لنا ابواب حاجات كتيرة طبعا، وكاس العالم كاحتراف وحاجات زي كده. حلو. ان شاء الله نركز في بطولة افريقيا وناخدها واللعيبة قدها ان شاء الله. مين بقى عايز تهدي البطولة لمين؟ قول لي. هذه البطولة. احكي براحتك، تقول له متشكر جدا على اللي عملته معايا وانا بهدي لك البطولة دي، واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة ان شاء الله 10 انفار، قول. طبعا بهدي يعني بشكر طبعا ابويا ومامتي. ايوه. لهم دور كبير طبعا في حياتي. بشكر جدك يالا. وجدي طبعا. حبيبي ده الحاج هاشم ده حبيبي، انت رايح فين اوعى. طبعا اشكر جدي طبعا. نعم. لكن برضو الصراحه مامتي وبابايا بيتعبوا معايا وبيبذلوا معايا مجهود كبير قوي. نعم. على طول في ظهري وعلى طول مسندني. وطبعا اشكر عيله الدجوي كلها على طول في ظهري. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. وعلى طول يعني على طول معايا وعلى طول بيحمسوني، وحتى لما بقع هم اللي بيشيلوني وبيبقوا على طول في ظهري. وطبعا اشكر الجهاز الفني بتاع المنتخب كله، لانه والله كابتن تعب معانا جدا. هم لازم يشيلوكم مفتوح حديد يعني، لازم تعبوا معانا جدا. نعم. وكان في محاضرات كتيره، وبالاخص كابتن عماد الكاس وكابتن محمد ابراهيم وكابتن رامي وكابتن فوزي، مش عايز انسى حد. نعم. والجهاز الطبي اكتر ناس بتدعم معانا، دكتور عمرو ودكتور ششتاوي والمدلك كابتن محمد السيد وطبعا عم شريف. كلهم تعبوا معانا وكلهم كانوا يستحقوا البطوله دي، واحنا طبعا كنا نستحقها لان احنا تعبنا. صحيح. تعبنا جامد قوي والحمد لله ربنا كرمنا. نفسك تبقى زي مين؟ محليا؟ محليا محمد عبد المنعم. عالميا؟ فان دايك. طيب تهدي البطوله لمين ونفسك تبقى زي مين؟ اول حاجه طبعا انا لازم اشكر كابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي لان هم بيتعاملوا معانا جدا. صحيح. واشكر طبعا كابتن الخطيب لان هو موفر لنا جميع احتياجاتنا في الناشئين، فدي طبعا حاجات بتاهلنا ان احنا نلعب بشكل كويس. مستويات عاليه جدا، انا احب اشكرهم بصراحه. فاول حاجه برضو احب اشكر والدتي ووالدي. نعم. ان هم تعبوا معانا جدا واكبر سبورت ليا. نعم. واحب اشكر كابتن حسن محمد المدير الفني بتاعنا، لان هو كان سبورت للعيبه كلها، بعد كل ماتش كان بيخش يكلمنا عملتوا ايه في الماتش، مبروك يا رجاله وكده. فانا بحب اشكره برضو، وبحب اشكر اخواتي واخويا الصغير واخويا الكبير وكده. جميل. حمزه لا استنى، نفسك تبقى زي مين؟ اكرم توفيق ان شاء الله. اكرم توفيق. وعلى مين؟ زي وولكر ان شاء الله. وولكر حلو، بس بيخسروا الفتره اللي فاتت دي من كهرباء ومكعبله معاه. حمزه. طبعا احب اشكر مامتي وبابايا وعيلتي كلها، وبالاخص اخويا اللي كان موجود معايا، جه المغرب يشجعني وشجع الفرقه كلها. والدك راح معاك ولا اخويا؟ اخوك ما شاء الله. اللي هو سند ليا على طول. جه المغرب. جه المغرب وكان بيشجعنا كلنا صراحه. طبعا. وكان وشه حلو علينا في ماتش تونس وليبيا. ما شاء الله. والحمد لله يعني على كل شيء. واحب اشكر طبعا الجهاز كله، فني والاداري والطبي، كل حد الصراحه، عشان كله تعب معانا. ومش عايز اقول اسامي عشان ما انساش حد يعني. ماشي. نفسك تبقى زي مين محليا وعالميا؟ وسام دلوقتي شغال بشكل كويس. وشكلك كمان على فكره قريب منك. وبرده عالميا زلاتان ابراهيموفيتش. زلاتان ابراهيموفيتش. حلو جميل. نورتني يا حمزه. شكرا. والف مبروك. وان شاء الله الاستضافه الجايه وانتم متاهلين لكاس العالم. قالوا لي فعلا زادت الفرق جدا وبقت نفس نظام كاس العالم الكبير، وبالتالي ان شاء الله فرصتنا كبيره جدا في التاهل لكاس العالم، وان شاء الله ربنا يكرمهم. بشكرك يا حمزه، شكرا جزيلا والف مبروك. المره الجايه ابارك لك كمان ان شاء الله. شكرا يا ياسين. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك طبعا على الحلقه الجميله دي، وانا اتبسطت جدا ان انا مع حضرتك. اتبسطت بيكو. حمزه دجوي بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا حبيبي يا كابتن. والله ان شاء الله ما تبقاش اخر مره، ان شاء الله تبقى مرات كتيره جدا حبيبي يا كابتن. ده نموذج الثلاثي المنور ده والاربعه اللي قبلهم، ده نموذج للجيل القادم. الناس كلها كانت بتبقى قلقانه على بكره، ده بكره الحلو بتاعنا، ده بكره الحلو بتاع مصر، وده بكره الحلو بتاع النادي الاهلي، وده بكره الحلو بتاع الكوره، ثقافه واحترام وادب وموهبه وانتصارات كمان. فاصل. ومحمد سراج، اسبوع القضيه.